أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يشارك في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 المقرر أن تستضيفها مصر في 6 نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ. أضاف بيان للبيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سوف يشارك في قمة المناخ في شرم الشيخ، وذلك ضمن جولة خارجية يقوم بها إلى مصر وكمبوديا وإندونيسيا.